نرجع بقى لاخبار النادي الاهلي. اسره السكواش في النادي اقامت حفل تكريم للاعب مصطفى عسل بعد تتويجه بالعديد من البطولات في الفتره الاخيره، ابرزها بطوله امريكا المفتوحه وبطوله العظماء الثمانيه. مصطفى عسل صاحب العشرين عام توج ببطوله امريكا المفتوحه للسكواش كاصغر لاعب يفوز باللقب على مدى تاريخ البطوله. شوفوا بقى الحلاوه، كمان وصل تصنيفه الدولي لرقم 6 على مستوى العالم. ومصطفى عسل اعرب عن سعادته بهذا التكريم وقال انه فخور جدا بالوجود ضمن صفوف النادي، وجه الشكر للجهاز الفني ولكل زملائه اللاعبين داخل الفريق، واضاف انه هيبذل قصارى جهده عشان يحقق المزيد من الالقاب خلال الفتره المقبله، وتوجه بالشكر الى مجلس اداره النادي طبعا برئاسه الكابتن محمود الخطيب وكافه اعضاء مجلس الاداره، وكذلك الاستاذ رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي، وشيرين عادل المدير الفني للسكواش بالنادي الاهلي.